غالي ما تنعجبوش انا في الغناء مثلا، ما تعجبوش كي يسمعني كنغني ام كلثوم كيقول لك تنعسيني. شنو كنت واحد المره ضيفه في لاغاديو وكانوا اتصلوا به، زعما داروا عليا مفاجاه، اتصلوا بماما باش دوز غالي وداك الشيء، وقالوا له شكون كتبغي في الفنانه؟ قال لهم لا ماما غتقلق الا قلت. قالوا له لا غير قول. وانا نقول له لا يقول ما نتقلقش يقول. قال لهم كنبغي سعد المجرد. وتنبغي قالوا له ماماك؟ قالوا له ماما عندها صوت زوين ما يعجبونيش الاغاني. هو فان، بيج فان سعد المجرد، يعني مستحيل شي حد يجي قدام سعد المجرد، ما كاينش نهائيا. سعد المجرد بوغ لوي سي فهمتي، حافظ اغانيه كاملين، متبعو في يوتيوب، في كل شيء، كل شيء ديما متبع سعد غالي، سي معروف دايوغ، كل شيء الناس كيعرفوا انه بيج فان ديال سعد المجرد. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.